طيب تعالوا نروح لشأن محلي الحقيقة وحضراتكم وكلنا الحقيقة منزعجين منه، يعني فكرة إنه يتصل بيك حد الأرقام اللي ما تعرفهاش وبعدين تلاقي حد على التليفون مكالمات من شركات تسويق وخصوصا التسويق العقاري، يعني شركات كتير جدا تستلمك طول الوقت وبعدين وفي أي ساعة خصوصا يعني طول وقت النهار وتعرض عليك الشقق والعقارات بالملايين، وأمر الحقيقة بقى لافت للنظر جدا، يعني بقت ظاهرة أنت ما بتبقاش عارف ألو أيوة مساء الخير يا فندم مين حضرتك أنا فلان عايز أقول لك كذا شكرا مع السلامة، لأنه الحقيقة أنت ما بتبقاش لا هو بيبقى عارف أنت فين، أنت في اجتماع، أنت في مستشفى، أنت في بيت، أنت نايم، أنت صاحي، أنت بتشتغل، أنت في مكتبك، أنت في شغلك، يعني الحقيقة اتصالات غريبة جدا. وبدأوا كمان يعملوا فترات مسائية علشان يعني إيه شافوا أنه الناس الصبح ربما تكون بتبقى مشغولة ما بتردش فنستلم الناس بعد الظهر. الحقيقة تقعد تسأل نفسك مين اللي اداهم كل الأرقام دي، يعني وساعات تسألهم فما تلاقيش إجابة. آه حضرتك كنتي طلبتي وقلتي أنا لا طلبت ولا قلت ولا اعرفكم اصلا ولا اعرف مين دول. وطبعا تقعد تسال نفسك طيب هو انت متخيل ان انا يعني عايزه لو انا عندي يعني فكره اني عايزه اشتري شقه او مشروع او اروح لكومباوند معين انا هجاوب عليك وعلى الملايين اللي انت بتتكلم عليها على التليفون، يعني هنزل اجيب شنطه الملايين واروح اقابلك ونشوف العقار. هي حاجات اصبحت يعني غير مقبوله على الاطلاق وتندرج تحت فكره الازعاج بشكل كبير. انا كمان الحقيقه بلاقيها شيء مؤسف جدا للشباب اللي بيشتغلوا في الحاجات دي، يعني الشركات بتاخد الشباب دول تضيع وقتهم كمان، يعني هو لو اشتغل في حاجه مفيده تفيده تفيد شركه تفيد حاجه، لكن وضع الاتصالات دي واني اخد لسته اسماء معروفه او مشهوره او حد يبيع اللسته دي فيشتغلوا عليها ده بقى شيء مزعج جدا. تعالوا كده نشوف تفاصيل ونشوف هذا الموضوع، خلينا نعرف راي دكتور محمد حمزه المحاضر الدولي والخبير القانوني في امن المعلومات. مساء الخير يا فندم دكتور محمد. مساء الفل يا استاذ شفت ازي حضرتك. يعني اول سؤال كده نساله اللي بيحصل ده قانوني؟ مستحيل. مستحيل. طبعا. يعني انا ممكن ابلغ عن المتصل برقمه؟ بالطبع يا فندم. تمام. بالطبع. والموضوع بينظمه التشريعات والقوانين الحديثه في جمهوريه مصر العربيه المتعلقه بالنظام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تمام، لانه الحقيقه برضو بيندرج معاهم بعض الشركات اللي هي خاصه بحاجات ممكن تكون بتساعد ناس وانت مش عارف مدى مصداقيتها، يعني اهو اسم بيتصل ويقول يعني شركه او يقول عقار او يقول كومباوند وانت مش عارف مدى مصداقيتهم يعني. صحيح. احنا عندنا في هذا الشان في قانون اسمه قانون 175 لسنه 2018 بشان مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. في احدى مواده كان المشرع قد تفرق لفكره ان لو حد ارسل لحد رسائل بكثافه بدون رغبته او بدون موافقته على ارسال هذه الرسائل بالشكل ده يعاقب بالحبس وبالغرم. ده رقم. طب انا هقف هنا برضو كمان لانه احيانا بيجي للناس رسائل على الواتساب كتيره جدا انا صحيح. شركه كذا انا جاهز مش عارف ايه، فانا يعني هذه الرسائل كمان مزعجه لان انت مش عارف مين الشخص ودخل لك امتى وبيبقى عارفك، يعني عارف هو باعت الرساله لمين. صحيح. في معظم في ناس بتبقى عارفه مين الشخص اللي بتبعت له من خلال الداتا اللي بتظهر له صحيح الاكونت بتاعه، وفي ناس بتبقى عارفه الاشخاص بليست معينه بتتباع زي ما حضرتك تقدمت وقلتي في الانترو كده، ان في ناس فعلا بتجمع الداتا دي وبتبيعها على حسب كاتيجوريز معينه وفئات معينه وطبقات معينه من المجتمع، وبحسب كل فئه هم بيقسموها في هذه الشركات عشان يكلموا كل فئه بحسب المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه. ودي الكارثه، يعني اللي هو تحس ان انت رقم تليفونك متباع بقى في لكذا شركه، لان انت مش بيتصل بيك مثلا شركه واحده، انت ممكن في اليوم يتصل بيك 3 4 5، انا بقيت عارفه اي رقم غريب يبقى هو حد من العقارات، بس احيانا الناس بتضطر ترد اللي عندها اولاد اللي في مدرسه اللي اهله قاعدين لوحدهم المستشفى، يعني انت بتبقى برضو مش عارف خايف يكون حد من اهلك او من عيلتك محتاجك واضطر يستخدم رقم انت ما تعرفوش، فهي دي برضو المشكله يعني. طيب وفي هذا الشان برضو المشرع ما انتناش وعمل لنا تشريع خاص بحمايه البيانات الشخصيه. طيب يبقى احنا خلينا برضو نرجع ناكد على الناس، اذا طيب. اللي بيتصل دول انا من حقي ان انا يعني بالظبط استخدم حقي القانوني في اني يعني اوقف الاتصالات دي. الحاجه الثانيه انه ما ينفعش ان حد يبيع
ارقام او ان حد يدخل لك على يعني على الواتساب او على الرسائل بتاعتك ويستخدم هذا، يعني كل هذا مجرم طبقا للقانون؟ طبقا للقانون المصري. القانون المصري اكيد. احنا عندنا القانون الثاني اسمه قانون رقم 151 لسنه 2020 بشان حمايه البيانات الشخصيه. والحقيقه ان المشرع في هذا القانون افرد فصلا كاملا بيتكلم فيه عن فكره التسويق الالكتروني. وفكره تمام. الشركات ازاي احنا نتعامل مع شركات، سواء احنا كنا بنتسوق الكترونيا اللي هو بنعمل شوبينج، او سواء ناحيه التسويق الالكتروني الناس اللي هي بتروج لسلعها او منتجاتها او خدماتها. فالمشرع بدا في القانون يعرف يعني ايه بيانات شخصيه، وقايل ان البيانات الشخصيه هي كل ما يخص الشخص مننا، سواء صوته او صورته او رقم بطاقته او رقم الائتمان الخاص بيه او الداتا الخاصه بيه، او كان من ضمن الحاجات دي ارقام تليفوناته. وبما ان القانون بيحمي هذه البيانات الشخصيه من ان اي حد يعتدي عليها، فافرض ليها برضه عقوبات ان اي حد يستخدم البيانات دي دون موافقه شخصيه مني انا. انا لما اديك رقم تليفوني في اي مكان طبعا يعني انا لما اكون على اتصال بشركه عقارات معينه ان انا مثلا عندي رغبه في الشراء فيحصل تبادل بيني وبينهم في ارقامي، ده كلام تاني. ولكن فكره انه يقتحم عليا يعني طول الوقت بأرقامه هو ويبقى طول الوقت بيتصل، ويعني هنا المشكله. هذا مجرم ويعاقب عليه القانون. ولو ثبت انه مثلا في شركه بعينها او شركات بعينها بتشتري اسماء الناس دي، فده مجرم قانونا تماما. عايز اقول لحضرتك ان كمان لو انا اديت له الرقم بموافقتي في مره ليستخدمه في غرض معين، وهذا الغرض قد انتهى منه، ما يقدرش يستخدم الرقم في حاجه ثانيه غير الغرض الاولاني. فكمان عشان ما حدش يفتكر فعلا يعني لو حصل على الرقم باتفاق ما بيني وما بينه للاستخدام، فهو قاصر على هذا الاتفاق فقط. ممتاز، هو ده بالظبط كده، ما ينفعش ان هو يستخدمه لاي غرض اخر في اي وقت ثاني. خلاص، يبقى اذا كانت مجرمه بالقانون يبقى ان ننفذ القانون او ان نحترم القانون او ان الناس تحترم خصوصيات الاخرين. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حمزه، المحاضر الدولي والخبير القانوني في امن المعلومات. يعني يبدو ان احنا لو اشتغلنا على الموضوع ده كلنا وقلنا يا جماعه ما ينفعش كده ان انت رقم ما تعرفوش، فانت يعني ده اقتحام لخصوصيات الناس، لانك مش عارف كمان الطرف الثاني موجود في اني وضع، ربما يكون منتظر تليفون مهم، ربما اي شيء. فما ينفعش ان انت هذا الاقتحام لانه يعني ما هو غير مؤهل لا، وخلاص خلينا عارفين اللي عايز يشتري عقار او عايز يشتري حاجه كبيره او مش هيستنى حد يكلمه في التليفون، هو هيكون سعى وراح وشاف بعينه، هيبقى مش محتاج. يبدو ان الشركات دي لازم تراجع نفسها، ويبدو كمان ان احنا كمواطنين نعرف حقنا، ده دورنا في الاعلام ان احنا نقول لحضراتكم بالقانون من حقك انك توقف يعني هذه الشركات على الاتصال بك، وبالقانون هو مجرم طبقا للقانون المصري. حاولنا ان احنا نوضح ده لحضراتكم علشان يتوقفون عن الازعاج.